خيرات وراح أستاذ محمد تونسية. أنا أشكرك برغم أنه الشكر. كان لا يعتر به مجلس النواب ولا تعتر به القوى العسكرية. أنا أشكرك جزيل الشكر. نعم. ليبيا تستحق ساعات أطول. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس. انتهى وقتي الآن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية الحدث في مكانك، هي الحلقة المخصصة إلى ليبيا التي سنشهد بها تبدل لتحالفات وتغير الوجوه، فمن سيبقى ومن سيزاح من هذه الصورة، كل ذلك سنناقشه في حلقة مقبلة. أنا ميس الحربي، في أمان الله.